من المشجع أن نسمع مرارا وتكرارا في المناقشات أقاويل تتخطى مجرد الكلام على المحاصيل لكي تتطرق إلى المنتجات والسعى التي تعتبر محورية في مجال الأمن الغذائي. سمعنا كلاما بسيطا عن الحيوانات وخصوصا المنتجات الغذائية من أصل حيواني، ونحن نعرف أهميتها بالنسبة إلى الأمن الغذائي، خصوصا وأن السيد شانغان فان تكلم على قضايا النقص في المغذيات والجوع ونقص التغذية. وفي الجلسات الموازية سوف نتكلم أكثر على مسألة النقص في التغذية. أردت فقط أن أقول لكم هذه المقدمة لأنني أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن مصادر الأكل الحيوانية تعتبر بالغة الأهمية من أجل تحسين نوعية حميتنا الغذائية وأن ترتقي بالأمن الغذائي لدينا. لن أتطرق في التفاصيل، لكن نظرا إلى انتماءاتي ونظرا إلى عملي لن تتفاجأوا إن قلت لكم أن السمك يطلع بدور بالغ الأهمية في تحسين الأمن الغذائي والصحة التغذوية. سوف أعطيكم فكرة سريعة عن المنطقة العربية، ومن ثم سوف نتكلم على إمدادات السمك. ماذا عن الإمدادات؟ لابد من أن تستجيب الإمدادات للطلب، علما أن هذا الطلب يرتفع بشكل سريع بسبب العولمة وبسبب التمدن. ويظهر لكم هذا الرسم البياني العلاقة ما بين الإنتاج الزراعي أو الإنتاج الحرشي والإنتاج في المزارع. إن الأسماك التي نصطادها من البحار أو من البراري سوف تتدهور في المستقبل، وبالتالي لا بد من أن نصطاد المزيد من الأسماك من مزارع الأسماك التي يبنيها الإنسان. وفي حال نظرنا إلى هذه المنطقة بحد ذاتها نرى كيف أن القصة التي يجب أن نفهمها هي ما يلي. زراعة المائيات تتكون من مكونتين: أولا الأسماك التي تنمو وتعيش في البحار، وثانيا الأسماك التي تنتج ويتم تربيتها في المصائد. معظم الأسماك تأتي من المياه العذبة والمزارع التي تعتمد على المياه العذبة، و70% من هذه النسبة تأتي من مصر في هذه المنطقة، غير أن هذه النسبة ما زالت نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع النسب العالمية. لن أعرج كثيرا على الأسس الخاصة بتربية المائيات، لكن لابد لكم من فهم رسالتين. أولا، أكثر من أي شيء آخر تعتبر تربية المائيات مجالا تجاريا، بالرغم من وجود المفاهيم العاطفية لتربية الأسماك. لابد من أن نتنبه إلى أن مجال تربية الأسماك أو مجال تربية المائيات يعتبر مجالا يمكن أن يدر علينا أرباحا طائلة جدا، وبالتالي هو مجال تجاري قبل كل شيء آخر. النقطة الثانية التي تستند إلى النقطة الأولى، لابد من أن نتنبه إلى أهمية الحماسة لتربية الأسماك واصطياد الأسماك من البحار، وفي بعض الأحيان لا تكون هذه العملية ناجحة في هذه المنطقة. أما الرسالة الثالثة فهي أن بلدانا كثيرة في هذه المنطقة لديها احتمالات وإمكانيات وفرص كبرى وهائلة ولا متناهية لتنمية قطاع زراعة المائيات أو تربية المائيات، لكن البلدان التي تعتبر قادرة على استجابة للطلب على الأسماك هي بلدان قليلة جدا، ولعل مصر البلد الأول في هذا المجال. في هذا الرسم البياني نرى بيانات عن مصادر المياه المتجددة، ونرى كيف أن هذه القدرة المصرية قد تعزى إلى حجم موارد المياه المتجددة الموجودة في مصر الكبير بالمقارنة مع حجم المياه المتجددة الموجودة في البلدان الأخرى الواردة في هذا الرسم البياني. يمكن استخدام هذا العامل، عامل موارد المياه المتجددة، كعامل يفسر ارتفاع
نسبة زراعة المائيات أو تربية المائيات في مصر بالمقارنة مع السودان أو مع بلدان أخرى مجاورة. تكلم شنغان فان ومحمود عن الاستثمارات البرمجية الكبرى التي تقوم بها المجموعة الاستشارية الدولية، وذلك في مجال زيادة إنتاج السلع الحيوانية بأسعار متدنية. ومن مكونات هذا البرنامج التركيز على أخذ هذا المستوى المتقدم من الأبحاث وتسخيره في سبيل وضع أولويات ملموسة للاستثمار. ومن هذه الأولويات في المركز العالمي للأسماك وللمصائد قد حددنا مصر كالموقع الرئيسي، حيث تتوفر فرص كبيرة لزيادة قدرات قطاع تربية المائيات من أجل تلبية الحاجات والاستجابة للإمدادات. وقد نما هذا المجال بنسبة 200,000 دولار في الأشهر القليلة الماضية. بالإضافة إلى ذلك نما حجم اليد العامية التي تتركز في هذا القطاع. أما القصص المثيرة للاهتمام فتترجم عبر هذه الرسوم البيانية. في أقصى اليمين ترون كيف أن الإمدادات من اصطياد الأسماك في البحار لم يتغير منذ العام 1996، ففيما شهد اصطياد الأسماك من البحار استقرارا في السنوات الماضية، شهد قطاع تربية المائيات المصطنعة ازديادا كبيرا. غير أن القطاع الخاص بتربية المائيات في مصر لم يكن فعلا موجودا وقت ذاك. وتظهر الأرقام كيف أن السعر الذي كان يرتفع وصولا إلى أواخر التسعينيات قد بدأ بالانخفاض بشكل متتابع نتيجة تزايد الطلب وتزايد الإمدادات. وهذا مثال عن ضعف الاستهلاك في مصر. في الواقع هناك منتج يعرف بالتلابيا وهو منتج حيواني في مصر، وهو أقل سعرا من أي منتج حيواني آخر، ويوفر مغذيات كبيرة للأشخاص الذين يستهلكون هذا المنتج خصوصا في مصر. ومن خلال شراكات استراتيجية كثيرة على مر فترة زمنية محددة في مجال تربية المائيات عبر العقد الماضي، بتنا في موقع يمكننا من التطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالعوائق التي تعترض سبيل مضاعفة إمدادات الأسماك في مصر من أجل الاستجابة إلى المتطلبات الاستراتيجية التي فرضتها الحكومة. وأن وضعنا هذا المفهوم في سياق منظور سلسلة القيمة، يمكننا أن نحدد مواقع العوائق والعقبات بحد ذاتها. ومن خلال القيام بذلك تمكننا في خلال الأشهر القليلة الماضية من أن نتعمق أكثر في المكونات الهيكلية الخاصة بسلسلة القيمة في مجال تربية المائيات. وقد مكننا ذلك من الحصول على نظرة معمقة في مجال تحديد المعوقات التي تعترف بوجودها الحكومة وجهات أخرى. ولعل الخلاصات الأبرز تتلخص بما يلي. أولا، هذه المنظومة هي منظومة إنتاجية لا تعتمد كثيرا على التصدير. السلسلة الخاصة بالقيمة هي سلسلة بسيطة في هذا الإطار، ويتم التركيز على تحسين سبل العيش ولا يتم هدر الكثير. وفي منشآت مماثلة يتم توظيف 14 عاملا كحد أقصى أو ما قارب ذلك، ولا يتم توظيف النساء سوى في قطاع التجزئة، ويتم بيع 72% من هذه المنتجات بسعر المستهلك. إذن هذه الديناميكية هي ديناميكية سهلة جدا لكنها موجودة وليست بسيطة. لقد تطرق محمود ومقدما العرضين الماضيين إلى مستوى أعلى متعلق بالإنتاجية فيما يتعلق ب ممارسات الإدارة. برزت إمكانيات هائلة لتحسين الإنتاجية، وبشكل خاص تحسين المدخلات من حيث
تربية الأسماك وتزويج الأسماك بالإضافة إلى مخزون الأسماك المخصص للقلي، وكل هذه المجالات تعتبر قابلة للتحسين وللتحقيق، وقد أنجزنا تقدما ملحوظا حتى الآن. إن نظرتم إلى الصورة إلى اليسار ترون كيف أن السمكة الصغيرة تزن 39 غراما والسمكة الثانية تزن 51 غراما، وهذا نتيجة تحسين ممارسات تربية الأسماك وتزويج الأسماك في مصر، وقد أدت هذه الممارسات الجيدة إلى تحسين الإنتاج وتحسين المنتجات السمكية. وترون إلى يمين الشاشة التقدم المحرز من حيث بناء القدرات والتدريب. هذا هو عدد المتدربين الذين ارتادوا مرافقنا خصوصا فيما يتعلق بتربية المائيات، وقد أحرزنا تقدما كبيرا من خلال تحسين وتنمية التكنولوجيات وبناء القدرات، وبتنا نفهم ما هي العوامل الأكثر أهمية. ولا شك في أن التقدم قد أنجز في هذا المجال، ولكن يمكن أن نحرز تقدما أكبر في حال زدنا الاستثمارات. ماذا عن المستقبل؟ إن نظرنا إلى الأمام لابد لنا من التفكير في فرصة فعلا ذهبية بالنسبة إلى مصر، وهذه الفرصة تتمثل بتوفير الأسماك والموارد السمكية للمستهلكين الفقراء. يجب أن ننظر إلى الحلقة التي لم ينظر إليها أحد بعد، ولا بد أيضا من تحديد العوائق التي تعترض سبيلنا في مجال تلبية احتياجات الأسواق التي تتألف من مستهلكين فقراء. لقد قمنا بتحديد السياقات السياسية التي نحتاج إليها من أجل زيادة الاستهلاك المحلي حتى الآن، وفي هذا المجال أيضا لابد من البحث عن تدابير إضافية تتخذ من أجل تحسين هذه الأنظمة، سواء كان ذلك يتعلق بإنشاء شبكات الاستهلاك بالتجزئة أو ما شابه ذلك. إذن رسالتي بالنسبة إليكم هي: أولا، عندما نفكر في الأمن الغذائي رجاء يجب أن نفكر في التغذية والصحة وليس فقط في السعرات الحرارية. عندما نفكر في التغذية والصحة لابد من أن نتنبه إلى أهمية الأغذية الصادرة من الحيوانات. عندما نفكر في هذه الأغذية، الأغذية من أصل حيواني، دعونا نتذكر أن السمك من المصادر الأبرز، وقطاع تربية المائيات وتربية الأسماك هو من القطاعات التي تنمو بسرعة خيالية في العالم، وهو قطاع زاخر بالفرص للتنمية والاستثمار في هذه المنطقة من العالم. لكن إن ركزنا على هذا القطاع عندئذ سنسنح فرصة إضافية لكي نخدم سكاننا بشكل أفضل. شكرا لكم.